انا في تقديري الشخصي اعتقد يعني انه النظام الامثل في ذلك هو النظام الاغلبي، متمثل في انه يبقى فيه قائمه مطلقه مغلقه عشان تقدر تستوفي فيها الضوابط الدستوريه المحدده، مع جزء يعني يقترب من حوالي 25-30% على المقاعد الفرديه، لانك انت طبعا يعني هتجابه بمشاركه عريضه جدا من قطاعات كبيره جدا في المجتمع هتحب ان هي تشارك في مساله المحليات. فبالتالي قيمه مناقشه هذا القانون انه طبعا استحقاق دستوري الناس منتظراه، قيمته ان هو وجهه مباشره ما بين تعامل المواطن والدوله متمثله في الجهاز التنفيذي. فبالتالي احنا بنقول وشايفين انه مهم جدا ان يصدر في اقرب وقت. المشاركه السياسيه في مصر لازم يكون في احزاب سياسيه، يعني لم ينتج العقل البشري اي وسيله من قبل علشان تداول السلطه بشكل سلمي غير الاحزاب السياسيه، وعلشان يكون ده متواجد في مصر لازم يكون في مساحه للاحزاب السياسيه، وده مش هيحصل من قانون حصل في السبعينات. فعلشان كده احنا كحزب العدل قدمنا النهارده في محور الاحزاب السياسيه قانون الاحزاب السياسيه بيتداول فيه ازاي يتم تداول السلطه وازاي يكون الاحزاب السياسيه تتاسس. القيادات المحليه هي اكبر ناس بتحتك مع الجمهور احتكاك مباشر، فالقضية دي متوقفة من فترة كبيرة، منذ فترة كبيرة المحليات متوقفة ولم يتم العمل بها ولا عمل انتخابات محلية، والنهاردة إن شاء الله في المحور السياسي كلنا منتظرين مخرجات الحوار الوطني بما يدعم ويعزز قيام انتخابات المحليات واستمرارها وإجراءها. التعددية السياسية والتعددية الحزبية هي أصل النظام السياسي في مصر. النهاردة وإحنا بنتكلم في هذا الأمر بنقدم مقترح في هذا الاتجاه، وعندنا عدد من الملامح لهذا المشروع من خلال معالجة التمويل، سواء بالنظر لعودة التمويل المباشر للدولة كما كان معمول به في الدولة الوطنية المصرية حتى تعديلات مارس 2011، أو منح بعض الامتيازات المقدمة للجمعيات الأهلية في التمويل مع مراعاة خصوصية الأحزاب السياسية، لأن مش كل الامتيازات ينفع تقدمها وفقا لتلك الخصوصية. أعتقد أن ده توقيت مهم جدا أن جميعنا نبقى متفقين على المبادئ والأسس اللي هي مرحلة قادمة، مرحلة مهمة جدا، ولكن لازم نظبط الإيقاع من ما يكونش فيه أخطاء كتيرة. أولا قانون الأحزاب، احنا بنرفض اي حاجه مبنيه على اسس دينيه او مراجع دينيه، فده طبعا ما ينفعش، لان احنا شعب مصري ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، المواطنه موجوده بينا، والموضوع لازم يتاخد بمنطق التوازن والمساواه. ليا الشرف ان انا بشارك في جلستين لجنه الاحزاب خاصه بالاحزاب السياسيه، وفي الجلسه الاولى يعني ما اسعدني هو التنوع والحضور لكافة أطياف المجتمع المصري وممثلي كافة الأحزاب، منها ما هي أحزاب يعني مرخصة لها ترخيصها لها تاريخها وممثلة في المجالس النيابي في البرلمان سواء بغرفتيه، وأيضا هناك أحزاب ما يمكن أن نتعرف عليه في العرف السياسي أحزاب تحت التأسيس.